مناسبة الذكرى ديال حلول اليوم العالمي للمرأة، هذه مناسبة باش نتكلموا على أوضاع المرأة المغربية وكيفاش يمكن لينا نهضوا بهذه الأوضاع. وحنا كنظنوا بأنه النهوض بأوضاع المرأة هو أنه خصنا نغيروا الثقافة السائدة في بلادنا باش يعرفوا جميع المواطنات والمواطنين بأن القضية ديال المرأة هي قضية ديال المجتمع ماشي قضية نساء، واننا امام هاد يعني الصعوبات اللي كتعرفها بلادنا والازمه الاجتماعيه، فوارق كبيره مجاليه اجتماعيه وخصوصا فوارق حسب النوع. المراه تعاني اكثر من الرجل، الرجل يعاني ولكن المراه اكثر. نحن بحاجه اليوم الى بلوره سياسات عموميه من اجل التقليص من هذه الفوارق، وهذا الشيء كله غادي يؤدي بنا باش نحافظوا على الاستقرار ديال بلادنا واننا نضمنوا يعني العيش الكريم في بلادنا بالنسبه للنساء والرجال. ثم اكثر من هذا اننا نضمن المشاركه المتكافئه ديال النساء باش يمكن لها تولج لجميع مراكز القرار. ولكن قبل ما تولج لمراكز القرار خاصها الولوج للمدرسه، يعني بواحد النسب اللي هي مرتفعه، خاصنا نمحيو الاميات، خصنا كذلك نوصلوا المراه يعني يكون عندها وسائل ديال الانتاج، وخصنا كذلك اننا نبنيو الدوله الديمقراطيه. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، كما يمكنك متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.